سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس الندوة التثقيفية 38 للقوات المسلحة احتفالاً بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وقال كمان يا جمانة خلال هذه الندوة التثقيفية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تحقق في حرب أكتوبر لم يكن انتصاراً فقط، ولكن كان قفزة استثنائية، وأن الجيش المصري العظيم استطاع كسر حاجز الخوف وفارق القوة خلال حرب أكتوبر المجيدة. نقطة مهمة أريد أن عايز أقولها، يعني نختلف مش مع كل اللي بيتكلم على الموضوع. لو عشت ودقت الحالة من 67 ل 73 هتعرف أن مصر مش انتصرت، مصر قفزت. مصر قفزت ليه بقى؟ لما يكون في طرفين متساويين في القدرة وفي القوة، ومن ضمنها القوة المعنوية، المنتصر قوة المعنوية تختلف عن قوة المعنوية للمنهزم. فلما يكون القوة منهزمة، وهي القوة المصرية في ذلك الوقت أو القوة العربية في ذلك الوقت، وحصل يعني تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيوش وخاصة قدرة الجيش المصري. الكلام كان بيتقال وده موجود مشاهديا في الوقت ده، اتقال مصر تحتاج 50 سنة عشان إعادة بناء جيشها اللي تم تدميره. إذن اللي يستطيع في ظل الظروف دي كلها بالكامل، هزيمة كاملة، إحباط كامل، فقد للثقة، غياب لقائد كانوا هم متعودين عليه بقالهم 16 سنة من 52 ل 70، وكان له يعني كان بيعتبر رقم كبير جدا في معادلة القوة بتاعت الدولة المصرية ويمكن العربية. كل ده ويستطيع الجيش أن يكسر حاجز الخوف وعدم الثقة وفرق القوة، فرق القوة الضخم جدا ما بين ما لدينا وما لديهم، لا ده ما كانش انتصار. انت بتتكلم على من أي منظور؟ انت الجسر الجوي الامريكي كان بينزل دبابات الام 60 في مطار العريش، ونلاقي الدبابات عامله 80 كيلو 100 كيلو الدبابات اللي هي اللي تم تعويض طائرات الفانتوم اللي سقطت في معركة المعارك كلها المنصورة والمعارك اللي تمت في الفترة ديت، وتآكل سلاح الطيران الإسرائيلي في المعركة ديت بالمفردات بتاعت القوة اللي كانت موجودة واللي كانت هي في الوقت ده لصالح إسرائيل. تمكن الجيش المصري بالفكر والتخطيط والتدريب والعزيمة والروح المعنوية إنه يحقق. لكن انت ما تيجي تقول النهارده ان يبقى في جسر جوي ضخم بيقول فيه ويتقال النهارده، من احنا بنقول الكلام ده مش بنستدعي حاله من يعني، لا ده احنا بنحكي ازاي نفهم الحكايه.